الجهاز الفني النادي الاهلي يقدر يفوز ببطوله الدوري؟ اه يقدر. لاعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي تفوز ببطوله الدوري؟ اه تقدر ونص كمان. كلنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني. طبعا اللقطات اللي فاتت دي كانت خاصه بمباراه الدور الاول ما بين الاهلي والمصري واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0. مباراه كانت على استاد الجيش ببرج العرب. احرز الاهداف، الهدف الاول كان سليف كلوبالي اللاعب اللي كان محترف في صفوف النادي الاهلي، والهدف الثاني طبعا احرزه اللاعب وليد ازارو مهاجم فريق النادي الاهلي اللي من المتوقع ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي النهارده. كان طبعا المدرب او المدير الفني في هذا التوقيت كان مستر باتريس كارتيرونا المدير الفني السابق للنادي الاهلي الفرنسي، وايضا كان المدير الفني الفريق المصري في هذا التوقيت كان الكابتن حسام حسن المدير الفني السابق او الاسبق كمان لفريق المصري. لكن النهارده فريق المصري بشكل اخر، بروح اخرى، بشخصية جديدة قوية جدا في الملعب، وده واضح جدا جدا خلال المباريات السابقة ليهم بالتحديد تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال. هذا المدرب الرائع في الحقيقة، وإحنا نقدر نقول عليه مدرب رائع ليه؟ لأنه مسك أكثر من فريق ونجح معاهم بشكل جيد جدا، وكنا بنشوف أداء ونتائج عظيمة بصراحة من هذا الرجل. يمكن النتائج السلبية الوحيدة اللي حققها مع فريق من الفرق اللي مسكها كان نادي الزمالك، لكن المجمل بتاعه مدرب اكيد مميز. مبارياته دايما بتبقى صعبه امام النادي الاهلي، او النادي الاهلي بيواجه فيها صعوبه رغم الافضليه للنادي الاهلي في الفوز بعدد المباريات. اعتقد لعبنا 8 ماتشات، هو فاز في ماتش واحد، تعادلنا في ماتش تاني، والاهلي كسب بقيه الماتشات يعني. فبالتالي هو مدرب جيد، فريق مصر فريق جيد هذا الموسم، او بالتحديد بعد ما تولى الكابتن ايهاب جلال تدريب الفريق. لكن الأهم بالنسبة لنا أن يكون في تركيز كبير جدا من لاعبة النادي الأهلي على نقاط القوة والضعف في الفريق المصري البورسعيدي، وخصوصا أن هم بيضموا عدد من اللاعبين المميزين سواء في خط الهجوم، في خط نص الملعب، في الدفاع كمان، والأهم من كل ده زي ما اتكلمنا عن المدير الفني لهذا الفريق.